والصلاة والسلام على رسول القديم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اسمي مديحة، اسم مدرستي ناوي فابليك سكول، أتعلم في صف الثالث. يا إخواني، إني أريد اليوم أن ألقي أمامكم مشاعري وأحاسيسي حول صلاة أمتي. وقال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قرة عيني في الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله. فالتميس منكم أن تستمعوا بغايات من الشوق والنجاة. يا إخواني في الدين، إن الصلاة لها أهمية كبيرة في الدين الإسلام. إنها ربط وثيق بين الخالق والمخلوق. إنها أساس متين للدين حنيف مبين. إنها حد فاصل بين الكفر والإسلام. إنها ملجأ خالقينا وما وقانتين الساجدين. إنها تزيل الخبث وتنفي الفواحش وتنفل القلوب وتهذب العقول. إنها تشعل نور الهدى ومصابيح الإيمان. إنها تعلم الدرس الحقيقي للمشواة. ويقوم السيد ومولاه والخادم والمخدوم في الصف واحد كما أشار في الصف واحد كما محمود آيات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.